جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. نعود نذكر من الجديد وليت مصر عليها ليمات، أكبر نسبة من الإرهابيين في العالم قبل الثورة ما لرزمه كيما بعد الثورة هي تونس، وده مش غريب، شعب فيه 11 مليون فقط، ديما تقاه هو الأكثر نسبة مساهمة في بوار التوتر الكل. سيدي اسمك تسأل سؤال، فما شيء من التسيب متاع بعد الثورة هذه ما فيش كلام، وقلنا لك لما ذي ما فيش نقاش هذاك على الزادو، أما حتى من قبل موجودين خطر خلقناهم بنقمة معينة وبحقد ما خلقتوش لا السلطة المصرية والمجتمع المصري لا الجزائر، لحتى الجزائر فيها 200 برك مثلا في اللحظة هذه فقط، تونس 3000 في سوريا، وحتى قبل كنا الأكثر. تو تقارير أقراها قبل يقولك الأكثر دموية، تو هل معقول كل البلاد كما تونس خرجوا الأكثر دموية؟ سيستمنا قبل كان غالط وكان بقى بن علي راي صارت تفجيرات وراي صارت فوضى، اليوم معركتنا مربوحة 100%. علاش؟ خاطر أخلاقيا سننتصروا. اليوم كي نخرج ونتكلم ونقولوا نحن الأمن راهو يضرب فيكم يضرب فيكم باسمنا نحن كشعب، كي ينتهك حقوق الإنسان نحن أول ندوا به، أما طالما فيش عام بيستعمل ولا طيران ولا تصور أنت نحن مع جيش مع أمن، خليهم يحسوا اليوم يحاربوا في المجتمع في الآخر ننتصروا. اليوم الأمنيين ويقولوا لك أنا نعرف عندي مصادر، يقول لك مش كيقبل، يقول لك اللي يشدوهم اليوم ينهاروا فيسا. حسب لك علاش ينهاروا فيسا؟ لانه ما عادش عنده حتى مبرر لضرب لضرب المجتمع التونسي اليوم. قبل 14 راهو عمل فيهم بن علي زاده، ما يسمش واحد ينسى راهو مش مبرر راهو، لكن راهو عمل فيهم، احنا محامينهم ونعرفوا كثر لها وسلم الحيطات حتى المسار ما عملوش في عهد حسين بارك. العباد وصلت تبرر البن علي اللي عملوا فيهم، يقول لك يستاهلوا هاو هاو كي ما عملوش فيهم هاو وين انت وانا يسمنا نكونوا ارفع من الناس هذوما ونقول لهم بالله اعفيونا من الافكار نتاعكم، راكم انتوما المضره اللي استراتيجيه نتاع مكافحه الارهاب. ارهاب عندنا امن وقضاء يقوم بواجبه ما يدخلش الامور هذه، نحن دورنا للسياسيين الصحفيين جامعه رجال الدين المعتدين الى اخره باش نقول لهم رانا مجتمع عادل او يسعى باش يكون عادل وقاعد يشتغل في الاتجاه هذا، ما عندكم حتى مبرر لا ديني ولا اخلاقي ولا سياسي ولا اللي هو باش يتمثل المجتمع هذا ويتمثل الامن نتاعو ويتمثل الجيش نتاعو. طيب هذه مهمه راهي رساله، عكسها معناها قاعدين نقولوا رانا نحن في معركه مع تنظيم، شنو الفائده نقتلوا اربعه اليوم خمسه في الشعبي وغدوا نلقاو 1000 واحد يخرج لك مبرر يحب يموت؟ يا سيدي مش تموت، نحبكم تعيشوا في تونس وتبنيوها معنا، اللي ارتكب جرائم يسمو تحاسب، ما فما حتى سماح في الموضوع هذا، هذا فيها دم ولازمهم يخلصوا، ولكن اللي مازال ولا اللي خمم في المساله هذه لازمنا نقولوا له رانا عادلين، راهم شاه بن علي المجرم اللي جايين اليوم باش يحكموا ان شاء الله يكونوا وبقدره لهم يكونوا كان اكثر عداله واكثر احترام لحقوق الانسان، وحقوقهم وحريتكم الدينيه موجوده وجوهم محلوله وربي معاكم طالما ملتزمين بالقانون. جوهره اف ام، جوهره اف ام، الدنيا وما فيها.